السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم مهم جدا، وهو يتكلم عن العدد في اللغة العربية. كلنا يعرف أن الأعداد في اللغة العربية 1 2 3 4 إلى آخره، ولكن هذه الأعداد لها صور، هذه الأعداد تأتي على صور معينة. وهو العدد هو اسم نكرة للدلالة على مقدار الأشياء المعدودة وترتيبها. الدلالة على مقدار الأشياء المعدودة وترتيبها. والعدد له صور، يعني نقسم الأعداد في اللغة العربية إلى عدة صور، أو هو له يظهر في عدة صور. فنقول هناك النوع الأول العدد المفرد، وهو الذي يبدأ من 1 إلى 10، فهو أعداد مفردة. وهناك الأعداد المركبة، العدد المركب، وهو الذي يتركب من جزئين، عدد صغير زائد الـ10، وهو يبدأ من 11 إلى 19، هذه أعداد مركبة. وهناك أيضا العدد اسمه يسمى بألفاظ العقود، وهي العقد بعد 19 نبدأ بـ20، ثم 30 والـ40 والـ50 إلى أن نصل إلى 90. هذه هي ألفاظ العقود. أما عن الأعداد المعطوفة، فهي الذي يقع بين العدد والعدد الآخر حرف الواو، أعداد معطوفة بتبدأ من 21 إلى 99، 21 إلى 99. وهناك أيضا العدد 100 والعدد 1000 ومضاعفاتهما، يعني 100 200 300 400 500 600 700 إلى 1000 2000 3000، والمضاعفات إلى مليون وإلى آخر، ومليار وبليون. هذه هي صور العدد. طيب، العدد والمعدود، أي الشيء الذي نعده أو نعده، له أحكام. فإذا قلنا أولا نتكلم عن العدد المفرد اللي هو من 1 إلى 10، نقول أن العدد من 1 إلى 10 هنقسمه إلى قسمين، العددان 1 و2 والأعداد من 3 إلى 10. فما حكاية العدد 1 إلى 2؟ أولا، نحن عندما ندرس العدد ندرس العدد من 3 نواحي. الناحية الأولى، هل يطابق العدد المعدود؟ إذا كان العدد مذكر فالمعدود مذكر، أو إذا كان مؤنث فالمعدود مؤنث. والناحية الثانية، التمييز، هل له تمييز أم لا؟ يعني العدد هذا له تمييز، يأتي بعده تمييز. والشيء الآخر، إعراب العدد. إذا نتكلم عن العدد عامة بالتذكير والتأنيث، هل العدد مذكر مذكر أو مؤنث مؤنث، أو مذكر مؤنث أو مؤنث مذكر. والتمييز، هل العدد له تمييز؟ ثم إعراب العدد، كيف نعرب هذا العدد؟ ما موقعه في الجملة؟ فيقول العدد 1 و2 أولا يوافقان المعدود في التذكير والتمييز، بمعنى إذا كان العدد أو الذي أتكلم عنه مذكر كان العدد مذكر، وإذا كان مؤنث كان المعدود مؤنث. إذن هنا يوافق ما نعده مذكر مذكر أو مؤنث مؤنث. والعدد 1 و2 يعربان نعت، ولا يوجد لهما تمييز، ما فيش تمييز أو لا يوجد تمييز بعد العدد 1 و2، ويتبعان المعدود في الإعراب. قلنا هما نعت، فإذا لابد أن يتبع ما قبله في الإعراب، رفعا نصبا جرا. نقول جاء طالب واحد. هنا عندي كلمة طالب وكلمة واحد. واحد هنا العدد 1 هو العدد، والمعدود هو الطالب. فنقول جاء طالب واحد، فإذا كلمة واحد هنا أولا نعت، ثانيا العدد هذا يتبع هذا مرفوع، إذا هذا مرفوع،
أيضا لأن جاء فعل ماض وطالب فاعل واحد، هم نقول عليه نعت مرفوع بالضمة، وهذا مذكر مذكر، بمعنى مذكر مذكر، مرفوع مرفوع، نعت العدد. بالنسبة للمثال هذا، والعدد يوافق مع المعدودة، جاء الطالبة، لابد أن نقول واحدة، جاء الطالبة واحدة، فهنا كلمة طالبة مؤنث، والعدد واحد أو واحدة مؤنثة، وهذا مرفوع مرفوع لأن ده فاعل، وهذا نعت، وليس لهم، يقع بعده تمييز، ليس بعده تمييز، هذا عدد واحد. فإذا قلنا قابلت رجلين اثنين، هنا رجلين تأخذ كلمة اثنين إنه مذكر مذكر، وجاء قابلت رجلين، ها رجلين مفعول به، واثنين نعت منصوب بالياء طبعا، وده مفعول به منصوب بالياء، وليس وراءها تمييز. جاء طالبان اثنان، جاء فعل ماض وطالبان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، واثنان نعت مرفوع بالالف لانه مثنى، ليس ياتي بعدهما تمييز، ومثنى مذكر مثنى مذكر، المعدود مثنى مذكر والعدد مثنى مذكر. جاء طالبتان اثنتان، نفس الكلام، طالبتان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، واثنتان نعت مرفوع لانه مثنى، وهنا طالبتان مؤنث، وهنا مؤنث يتبعان المعدود، هنا العدد يتبع المعدود. قابلت امرأتين اثنتين، ها قابل فعل ماضي والتاء فاعل، وامرأتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، واثنتين نعت منصوب بالياء. إذا العدد هنا وقع نعت، وقلنا أن العدد يعرب حسب موقعه في الجملة، وهنا مثنى مؤنث، وهنا مثنى مؤنث. سلمت على رجلين اثنين، سلم فعل ماضي تاء الفاعل، وعلى حرف جر، الرجلين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى، واثنين نعت مجرور بالياء لأنه مثنى. هنا العدد اثنين والمعدود رجلين، وافق بعضهما الآخر، مذكر مذكر. هذا عن نسبة عدد واحد واثنان. نأتي إلى العدد من 3 إلى 10، هو يتبع أيضا العدد المفرد. نقول أن العدد يخالف المعدود، بمعنى إذا كان العدد مذكر كان المعدود مؤنث، وإذا كان العدد مؤنث كان المعدود مذكر، عكس. وطبعا لابد أن يكون لهم تمييز، تمييزها هنا جمع مجرور، وقلنا يخالف العدد يخالف المعدود، والإعراب يعرب حسب موقف الجملة، العدد 3 إلى 10. وإليك الأمثلة، نقول تاني العدد يخالف المعدود حيث يتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر وتعرب حسب موقعها في الجملة وتمييزها جمع مجرور. أمثلة على ذلك، حضر 4 طلاب. كيف نعرف أن هذا مذكر ومؤنث؟ نأتي بالمفرد طلاب اللي هو المعدود، نجد أنه المفرد هو طالب، فلا بد أن يكون العدد مؤنث 4. حضر 4 طلاب، هنا كلمة 4 فاعل مرفوع، العدد يرفع فاعل هنا حسب موقف الجملة أو حسب موقف الجملة، وطلاب نقول عليه يعني مضاف إليه أو تمييز جمع مجرور، هنا تمييز جمع مجرور، طلاب طلاب. وكما نلاحظ 4 مؤنث وطلاب مذكر، وده بالنسبة لعدد 4 أو 3 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10. سلمت على 4 طلاب، هنا كلمة 4 مجرور بعد على، وطلاب برضو تمييز جمع مجرور، وهنا مؤنث مذكر، ها العدد مؤنث المعدود مذكر. طيب رأيت 4 طلابا، رأيت 4 طلاب، هنا مفعول به منصوب بالفتحة ومؤنث، وطلاب ها مذكر، يبقى كل هذه ها 4 طلاب، 4 طلاب، 4 طلاب، مؤنث في مذكر. طيب حضر 4 طالبات، هنا نجد كلمة 4 مذكر وطالبات مؤنث، حضر فعل ماضي و4 فاعل، وطالبات تمييز جمع مجرور، وهنا مذكر في مؤنث، وهنا نفس الكلام على 4 مذكر فمؤنث، مذكر فمؤنث. رأيت 4 طالبات، وهنا مرفوع وهنا مجرور وهنا منصوب، وتمييز جمع مجرور جمع مجرور جمع مجرور، طالبات طالبات طالبات. هذا بالنسبة إلى العدد من 3 إلى 4. ولكن عندنا العدد 10 له حكمان، العدد 10 عندنا له حكمان، يخالف الاسم
المعدود إذا كان مفرد، إذا كان عدد 10 وقع وحده يخالف المعدود، بمعنى مذكر إذا كان العشر مذكر يبقى المعدود مؤنث، أو كان معدود مؤنث فالعدد مذكر. نقول عشرة طلاب، كلمة عشرة مؤنث وطلاب مذكر. كيف نعرف أن طلاب مذكر؟ نأتي بالماضي طالب بالمفرد، بالمفرد طالب. أو نقول مثلا إذا حاولنا أن نحولها نقول عشر طالبات، عشر طالبات. طيب هذا إذا كان مفرد. ماذا إذا كان العدد عشرة مركب مع أحد الأعداد؟ فإنه هنا يطابق العدد أو يطابق المعدود. نقول إذا كان مركب نقول يطابق العدد، رأيت أحد عشر، آسف، يطابق العدد، أحد مذكر وعشر مذكر وكوكبا. ها ده أحد عشر مذكر مذكر مذكر، والتمييز هنا مفرد منصوب. رأيت إحدى عشرة طالبة، إحدى مؤنث، عشرة مؤنث، طالبة مؤنث. بالنسبة إلى الأعداد المركبة، الأعداد المركبة هي التي تبدأ قلنا من 11 إلى 19، سميت مركبة لأنها تتركب ليست جزء واحد ولكن تتركب من جزئين، 1 و10، 12، 13، 14، 15 إلى 19، فيسمى هي أعداد مركبة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19، العددان 11 و12 يوافقان المعدود والعدد دائما. نقول والعدد 11 دائما مبني على فتح الجزئين وتمييزه مفرد منصوب، الأمثلة ستوضح ذلك. أما العدد 12 فالجزء الأول منه يرفع أو يعرب إعراب المثنى مرفوع بالألف، ينصب ويجر بالياء. نأتي أما كلمة 10 بعد 12 تكون مبنية على فتح الجزء الأول. نقول جاء 12 رجلا، جاء فعل ماضي واثنى فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، وعشر مبني على فتح الجزئين، ورجلا تمييز منصوب مفرد منصوب. إذا نلاحظ أن العدد يعرب تمييزها مفرد منصوب، والعدد 11 و12 يوافقان المعدود. نقول شاهدت 12 رجلا، 2 هنا مفعول به وعشر مبني على فتح الجزء ورجلا مفرد منصوب، نجد اثني، ها، وسلمت على اثنين، ده مجرور وده منصوب وده مرفوع، وطبعا تمييز مفرد منصوب، تمييز مفرد منصوب، تمييز مفرد منصوب اللي هو العدد 11 او 12. طيب نأتي على الأعداد من 13 إلى 19، وهنا العدد الجزء الأول يخالف المعدود و تطابقه في الجزء الثاني. ما معنى ذلك؟ يعني لو وجدت عدد مثل 13، إذا كان المعدود مذكر كانت 10 مذكر والعدد 3 مؤنث، نقول مثلا رأيت أو جاء 13 طالبا، 3 مؤنث، 10 طالبا مذكر مذكر، يبقى كده نعرف الجزء الأصغر يخالف الاثنين اللي بعدهما، مؤنث مذكر مذكر. أو نعكس نقول رأيت أو جاء 13 طالبة، فثلاث مذكر وعشرة وطالبة مؤنث، فالجزء الصغير اللي هو مع العشرة هو اللي يخالف، فإذا كان مؤنث كان العدد الصغير مذكر. نقول جاء مثال هنا جاء خمسة، لا مش هنا، نقول خمسة عشر، خمسة عشر تلاميذ. هنا عندي كلمة جاء فعل الماضي وخمسة فاعل وعشر مبني على فتح الجزء، أو خمسة عشر مبني على فتح الجزء، ماشي، وتلاميذ أو تلميذ، آسف نحن هنا عاملين أخطاء كثيرة، نأسف لذلك. جاء 15 طالبا، طالبا لابد أن يكون التمييز مفرد منصوب، التمييز لابد أن يكون مفرد منصوب.
جاء 15 طالبا. جاء خمس هنا مذكر، فنقول عشرة طالبة. هنا خمسة مؤنث وعشر طالبا مذكر. خمس مذكر، كيف عرفنا مذكر؟ ليس بها تاء مربوطة. وعشرة طالبة مؤنث، أي الجزء الأول يخالف. نعم، نتعرف عليه من هنا. طالبا يبقى خمسة، طالبة يبقى خمس. زرت 19 أسرة. زرت تسعة عشرة أسرة. هنا عندي كلمة تسع مذكر وعشرة أسرة مؤنث. زرت تسعة مؤنث، عشر فصلا مذكر. وهكذا الأعداد المركبة اللي هي بنقسمها إلى 11 واثنى عشر، ثم اللي هي بتطابق ويكون تمييزها مفرد منصوب، والعدد 11 مبني على فتح الجزئين، والعدد 12 الجزء الأول يعرب إعراب المثنى مرفوع بالألف وينصب وجر بالياء، والعشر مبني على فتح الجزء. أما العدد من 13 إلى 19 فالعدد الصغير يخالف المعدود، والعشر تطابق المعدود. هذا وطبعا يكون مبني على فتح الجزئين، وتمييزه يكون مفرد منصوب، والعدد الصغير يعرب حسب موقف الجزء. هذا عن الأعداد المركبة. إذا سريعا نقول أن الأعداد لها عدة صور: أعداد مفردة من 1 إلى 10، أعداد مركبة وهو الذي تناولناه بالتفصيل اليوم 11 لـ19، ثم بعد ذلك سوف ندرس الأعداد أو ألفاظ العقود اللي هي من 20 حتى 90، والأعداد المعطوفة من 21 إلى 99، ثم 100 والـ1000 ومضاعفتها. هذا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.